وسهلا بكم في حلقة جديدة من نوافذ. في حلقة اليوم نأخذكم في جولة تشمل الإمارات لنشاهد كيف أصبحت مركزا للصناعات المتطورة سواء اليخوت أو الطائرات بدون طيار، ومنها إلى باكستان لنشاهد كيف أن صناعة الكراسي الخوص تحافظ على تواجدها على مر العصور. وفي الجزء الثاني من الحلقة نذهب في جولة في أوتوبيس لندن الشهير، ونختتم جولاتنا في وادي الشتاء في الأردن. فأهلا بكم. البداية من الإمارات، إذ تحتل مركزا متقدما في صناعة اليخوت الفارهة والقوارب وحتى الطائرات بدون طيار. كيف استطاعت الإمارات أن تصل للعالمية؟ التفاصيل في تقرير الزميل عبدالله الزعبي. يعتبر القطاع الصناعي في الإمارات ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي بعد قطاع النفط والغاز، وتمتلك الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي. فدائما ما تجتهد الدولة باستخدام التكنولوجيا الحديثة المستدامة التي ترفد القطاع الصناعي بعوامل التنافسية، وتقدم التسهيلات المختلفة للصناعيين، وتعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعة الوطنية. يشكل القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في الإمارات، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باضطراد مع توجه الدولة نحو إقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية إليها. سنتجول اليوم في إحدى المصانع الإماراتية الخاصة بصناعة القوارب والطائرات بدون طيار وغيرها، لنتعرف على ما بداخل هذا المصنع. وقد أصبحت الإمارات الموقع الأمثل لاستضافة الشركات الصناعية العالمية، والتي من ضمنها الشركة التي نتواجد فيها والمختصة بالعديد من المجالات الصناعية، وهي صناعة القوارب والزلاجات المائية والطائرات بدون طيار وغيرها. شركة إناتا تنقسم إلى ثلاث شركات: إناتا مارين، إناتا إيروسبيس، وإناتا إندستريس. إناتا مارين خاصة بالصناعات البحرية، بنقوم بصناعة القوارب واليخوت وأجهزة الألواح التزحلق على الماء الطائرة، كلها من الصناعات الكربون فايبر. هي البيئة الاستثمارية اللي موجودة في دورة الإمارات العربية المتحدة ساعدت بالتأكيد كتير المستثمرين على إنشاء صناعاتهم في الدولة، وإحنا طبعا متواجدين في منطقة الحمرية في الشارقة، هي منطقة المناطق الحرة اللي في دولة الإمارات العربية، تتمتع بتسهيلات طبعا جميلة وتسهيلات سهلة للمستثمر وغيره. ولأن الإمارات تهتم بكل ما هو متميز، فقد ظهرت العديد من الصناعات الفريدة من نوعها ذات الطابع الترفيهي، مثل القارب الطائر الذي يتميز عن غيره من القوارب بسرعته وثباته في مواجهة الأمواج البحرية. هذا القارب تم صناعته من قبل شركتنا، وقد عرضته هنا في الإمارات من أجل بيعه. وعندما أنشأنا هذه الشركة قررنا عمل قارب طائر، كما فعلنا ذلك من قبل في فرنسا وسويسرا، ولكن هنا قمنا بإدخال بعض التعديلات عليه ليكون بهذه الصورة التي ترونها الآن، حيث يتمتع بالعديد من المزايا. وقد تم بناؤه في مصانعنا في الشارقة التي تحتوي على العديد من الصناعات الأخرى مثل اليخوت والقوارب والطائرات بدون طيار، وتباع للشركات العالمية. كما حققت الصناعة العسكرية الإماراتية قفزة نوعية خلال السنوات الماضية، ما جعلها محط أنظار العديد من الدول التي أبدت رغبتها بالحصول على منتجات عسكرية صنعت بالكامل في دولة الإمارات، بعضها بأياد إماراتية بالكامل وبعضها الآخر كثمرة شراكة استراتيجية دولية. هذه الغرفة للطائرة سار 71، وقد تم استخدام مثيلاتها في البحرية الأمريكية والمخابرات الأمريكية، وقمنا بعمل بناء هذه الموديلات هنا في الإمارات مع التقليل من حجمها بعض الشيء، وهذا هو الموديل الوحيد في العالم الذي يمكن تصنيعه. نحن بدأنا بصنع هذه الطائرة وغيرها منذ 5 سنوات، وقد اهتممنا ببناء هذه الطائرة بطريقة مختلفة لاستعمالها لأغراض البحث في الجامعات ومعاهد البحوث ولأغراض التعليم.
كما أن أي شخص يمكنه شراؤها والتحكم بها واستخدامها بالطريقة الصحيحة. الطائرة الأخرى هنا أيضا موديل 812، وقد استخدمت من قبل الاستخبارات الأمريكية، ولكنها بقيت تعمل بشكل سري حتى عام 1996، وقد تم تعميمها والكشف عن تفاصيلها عام 2010، لذلك لا أحد قبل ذلك كان يعلم عنها، وهي مشابهة للطائرة الأولى سار 71 مع بعض الميزات الخاصة. It's one of the most secret projects ever made by the U.S. military. وتحاول الإمارات في خططها الصناعية تبني نهج تحولي لصياغة مستقبل الصناعة ووضع السياسات والقوانين وتوجيه استثماراتها إلى الوجهة الصحيحة الآمنة في سلاسل القيمة العالمية من خلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي أتاحت للدولة فرصة الانتقال من استيراد الحلول التقنية إلى تصدير المعرفة، الأمر الذي يمكن القطاع الصناعي القائم من تحقيق طفرة نوعية هائلة تكرس موقع الإمارات كوجهة عالمية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها. لبرنامج نوافذ، عبد الله الزعبي، دبي. ومن الإمارات إلى باكستان، لخفة وزنه ولقدرته على تحمل الأوزان يعتمد الباكستانيون على الخوص في الكثير من الأحيان وفي استخدامات مختلفة، وهي صناعة حافظت على نفسها مع مرور السنين. تفاصيل في تقرير الزميل إسماعيل مطر. لخفة وزنه ولقدرته على تحمل الأوزان ولمرونته وقدرته على تحمل المتغيرات المناخية، يعتمد الباكستانيون في كثير من الأحيان على الخوص والاستخدامات مختلفة. الخوص المستخرج من خشب البامبو المنتشر في شبه القارة الهندية والمناطق الساحلية بشكل أساسي، يستخدمه الباكستانيون في بيوتهم وفي مكاتبهم، فبعد تجهيزه وصقله واتخاذ أحجام مختلفة منه تصنع منه الأرائك بأحجام مختلفة والكراسي والطاولات والتي تستخدم في البيوت والمكاتب. والسر في الإقبال على استخدام الخوص يعود لتميز الخوص بخفة الوزن، حيث يسهل على كثير التنقل حمله والتنقل به. هناك عدة أنواع من الخوص ولكل منها استخدامه، هناك الرقيق والثقيل. إذا بدأنا بالحديث عن الرقيق فهو بعد برده وجعله في المقاس المطلوب تصنع منه السلال وقطع الزينة الصغيرة، أما القطع المتينة تصنع منها الكراسي والأرائك وغيرها التي تصنع كي تستطيع تحمل الأوزان الثقيلة. تتنوع طبقات الخوص وتتعدد أنواعه، ما جعل منه مادة سهلة للتشكيل. الخوص الرقيق تصنع منه السلال بأحجام مختلفة، والمتين منه تصنع منه الأسرة والكراسي، كل ذلك بأيدي هؤلاء الحرفيين وخبرتهم الطويلة في هذا المجال. كثيرة هي منتجات الخوص ومتعددة الاستخدامات في باكستان، إضافة إلى المظهر الذي يلقى قبولاً كبيراً لدى الباكستانيين. أيدي الحرفيين هي السر في إنتاج هذا الكم والنوع المميز من الخوص، حيث يرقق الخوص ويثنى بحسب الشكل المطلوب تنفيذه. الحصائر والستائر المصنعة من الخوص تعتبر من أكثر منتجات الخوص انتشاراً في باكستان، وهو أمر يعد من أشكال التراث الباكستاني. هذه المنتجات كلها صناعة يدوية، تأتينا المواد الخام من مناطق مختلفة ونقوم بثنيها وحياكتها بحسب الطلب. هذا الخوص مستخرج من شجر البامبو الذي ينبت على ضفاف الأنهار والبحار، ونحن هنا نقوم بإعدادها وإنتاجها بعدة أشكال. وقد يعد من سلبيات الخوص سرعة احتراقه، لكن إيجابياته الكثيرة تجعل منه أحد أكثر المواد الخام السهلة الاستخدام والتشكيل والأقدر على تلبية طلبات المواطنين، لا سيما وأن عمر منتجات الخوص
طويلة جدا. لبرنامج نوافذ، إسماعيل مطر، الغد، راولبندي. أهلا بكم مجددا. يعد أوتوبيس لندن الشهير بلونه الأحمر معلما رئيسيا في العاصمة البريطانية، ولا تكتمل زيارة مدينة الضباب إلا بجولة فيه. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل عمر شاكر. الحافلات في لندن لديها تاريخ طويل وحافل في العاصمة. للمرة الأولى استخدمت هذه الوسيلة في عام 1829 باستخدام عربات تجرها الأحصنة. شاع استخدام هذا النوع كثيرا في الولايات المتحدة وأوروبا قبل أن تدخل السيارات التي تعمل بالمحركات إلى الخدمة، وشهد عام 1904 أول استخدام لحافلة تعمل بالمحرك. تدير شركة النقل في لندن شبكة الحافلات، بينما يتم تشغيل الخدمات من قبل شركات القطاع الخاص. الحافلات ذات الطابقين هو الشكل الأكثر شهرة في لندن، وعبر الزمن تطورت هذه الحافلة لتواكب متطلبات الركاب. فالحافلات وسط لندن تتكون من ثلاثة أبواب، ولديها القدرة على استيعاب الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك القدرة على استيعاب عربات الأطفال. وبركوبك الحافلة وبدفعك لرسوم الأجرة يمكنك الجلوس في الطابق العلوي، وإن كنت محظوظا وتجد المقاعد الأمامية فارغة من الركاب فحينها يمكنك الاستمتاع برؤية شوارع لندن ومشاهدة معالم المدينة أو قراءة الصحف في هذه الأجواء التي توزع مجانا وترصد أخبار المدينة وأهلها وما يحدث حولها. في بقية مناطق لندن تجد الحافلات ذات الطابقين أيضا، لكن ببوابتين، ويتم تشغيل خدمات حافلات أخرى بطابق واحد، وهي من الممكن أن تحتوي على باب واحدة، وعادة ما تكون في طرق أقل ازدحاما. لكن جميع هذه الحافلات مطابقة لقانون التمييز ضد الإعاقة، ويمكنها استيعاب الركاب في الكراسي المتحركة. في لندن يوجد أكثر من 8000 حافلة تعمل على أكثر من 700 طريق مختلف، وعلى مدار العام تحمل هذه الشبكة أكثر من 1.8 مليار راكب. الوقود هو أحد الأمور التي تهتم بها الجهات المشغلة للحافلات، فيتم التفكير الآن باستخدام نفايات القهوة للمساعدة في تشغيل بعض حافلات لندن. الوقود الحيوي الذي يتم إنشاؤه عن طريق مزج النفط المستخرج من مخلفات القهوة بالديزل سيتم إضافته للوقود المستخدم في وسائل النقل العام. الشركة التي تعمل على تطوير هذا النوع من الوقود قالت إنها أنتجت كمية كافية من وقود القهوة لتشغيل حافلة واحدة لمدة عام كامل. وتقول الجمعية البريطانية للقهوة إن حوالي 55 مليون كوب من القهوة يتم شربها في المملكة المتحدة في اليوم الواحد، وتعتقد الشركة أنها ستحتاج إلى أكثر من 2,550,000 كوب من القهوة لصنع ما يكفي من الوقود الحيوي لتشغيل حافلة واحدة في لندن لمدة عام بمجرد خلط وقود القهوة بالديزل. عمر شاكر، لبرنامج نوافذ، قناة الغد، لندن.
يزخر الأردن بالمواقع الطبيعية الخلابة التي تشتهر بجمال السهول والجبال والصحاري والهضاب وكذلك الأودية، ولوادي الشتاء مكانة في قلوب الكثير من السياح والزائرين. الزميلة فرح قدادة ذهبت إلى هناك وأعدت لنا التقرير التالي. ما بين السيل الرقراق والذي يجري بين تلالها اكتست بخمائل العشب، وكأنها بردائها الأخضر المغطى بالدحنون والأقحوان قطعة من الجنة. هكذا تبدو منطقة وادي الشتاء في الأردن لتكون تحفة خالق أخاذة تعطي للنفس سكوناً وتهب للروح راحة. وادي الشتاء هو واد متعرج يقع في لواء وادي السير في العاصمة الأردنية، يربط ما بين آثار عريقة وهي منطقة عراق الأمير وما بين أحد أحياء المدينة، يشتهر بمناظره الخلابة وخاصة في فصل الربيع، مما يجعله موقعاً مميزاً لإقامة المنتزهات والنشاطات المختلفة، كما فعل أحمد صاحب أحد المنتزهات في المنطقة. إحنا أصحابين الموقع وهاي الأراضي اتجهنا اتجاه سياحي، لأنه المنطقة منطقة خلابة، طبيعتها جميلة وحلوة والمية موجودة، فالماء والخضراء والوجه الحسن، فبالتالي إحنا كرجال استثماريين وجدنا في هاي المنطقة إنها تكون فرصة رائعة ونفتح هاي المشاريع الاستثمارية ونستقطب أبنائنا أبناء الأردن حتى يأخذوا فرصتهم في الاستمتاع خلال أيام الأسبوع وفي نهاية الأسبوع. تغنى به الشعراء لسحره وجماله، مثل الشاعر العريق مصطفى التل والمعروف بعرار، والذي كان مأسوراً بجماله وطبيعته الخلابة وقال: ليت الوقوف بوادي السير إجباري، وليت جارك يا وادي الشتاء جاري، لعلني من رؤى وجدي القديم به أرتاد مساً لجنيات أشعاري. هنا منتزهات وهنا طبيعة خلابة، هنا شلالات وينابيع تجذب السائح قبل الزائر الأردني، ليصبح وادي الشتاء موقعاً سياحياً وبامتياز خلال فصل الربيع. تتميز المنطقة بوفرة المياه والينابيع العذبة، كما تتميز بالوديان والتلال المطلة على البحر الميت ومدينة القدس الفلسطينية، حيث طقسها الربيعي وشتاؤها المعتدل. ونظراً لارتفاع معدلها المطري، فإن أراضيها تزخر دائماً بالعديد من أنواع الخضروات والأشجار المثمرة، مما يجعلها أشبه بجنة خضراء. وادي الشتاء تتميز بوجود المية أولاً، ثم الخضار، ثم الأشجار، ثم طبعاً كافة أنواع الخضرة موجودة، كافة أنواع الأشجار المثمرة موجودة، والمية الحمد لله بكثافة جارية على مدار السنة وتبقى كما هي، يعني لا تنقص ولا تزيد، وهذا السر فيها، وهذا هو طبيعة الجمال وهي حلاوة. من الشجر المتنوع إلى الزهور المتعددة الألوان والأشكال، إلى أصوات الطيور ذات الجرس الموسيقي الأخاذ، إلى المياه الرقراقة المتدفقة من الينابيع الصافية، إلى المناظر الرائعة من الجبال والأودية والمزروعات، ألوان رسمت لوحة من الجمال الطبيعي ليتمركز في القمة كموقع حيوي ومتنفس حقيقي للزائرين كافة. وجونا زوار من كافة أنحاء محافظات المنطقة، فعجبهم الوضع فبلشوا يرتادوا أسبوعياً، غير ذلك أنه في بعض الجروبات الأجنبية كانت تزورنا ويستمتعوا في هالمنطقة الجميلة وخاصة دول الخليج. إحنا الآن موسم رحلات مدرسية الفصل الثاني، طلاب طالعين أعباء دراسة وامتحانات واختبارات، فهم بيجوا على هاي المناطق تعتبر مناطق استجمام، سباحة، بأخذ وقتهم، بأخذ راحتهم، يعني زي ما انت عارفة منطقة معروفة، منطقة البحاث، وادي الشتاء، هاي المناطق تعتبر يعني مناسبة وملائمة للطلاب. ويزداد المكان جمالاً حين يعيد الحنين إلى العديد ممن تركوا ديارهم واشتاقوا لها، ليكون ملجأهم الوحيد لذكريات والتي تحيي فيهم روح موطنهم الجميل سوريا، فيقصدونها أسبوعياً كما تفعل السيدة إقبال لتعود بذهنها إلى أرض الوطن. مكان حلو، كنا نسمع فيه سماع، وتجينا كثير عشقت هالمكان، بذكرني بسوريا، مي، صوت المي أنا بحبه، وخضرة،
الخضار حلو ولا أروع من هيك. في وادي الشتاء لا حاجة لاستدراج الخيال، ففيه جداول وخمائل، وفيه غابات بلوط قديمة، وفيه بساتين رمان وتين تدهش الحواس بصفاء ألوانها وترافق الزائر أينما ذهب لترسم على وجهه ابتسامة عريضة تفوح منها روائح الزهور والياسمين. لبرنامج نوافذ، فرح قدادة، عمان. إلى هنا انتهت جولتنا في نوافذ، كنت معكم ليلى خليل، على أمل لقاء بكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.